دكتور، دائما نكشمخ بأنه الناظور والتنظير الداخلي، فمثلا كنت كشمخ كمرغ بأنه هر ناظوري، فمي الفرق أو مي الشخلابة بين الناظور والتنظير الداخلي؟ خوش سؤالي، أي كبيرة ناشئة في بقري نفس السؤال، مي لتنظير ومي لناظور. إذا الناظور تنظير داخلي، أخنا مرخ لي تنظير جهاز الهضمي له، يعني معدة إلى قولون إلى قناة صفراوية إلى مع دقيقة إلى أدنى تنظير إلى ناظور بطن غير مندي. لناظور بطن التن تشخيصي وعلاجي، بس مي يعني ليلة من خلال جهاز من خلال البطن إلى فتحات إلى جو بطن مورخ كاميرا وبخازخ أولا كتشخيص وبعدين كعلاج. عدد مطور رأي بثمانينات وهو مطور ناظورة بطن بس لثورة جو طب تقريبا، يعني بدل ما ودت عمليات مشيلت وقاوي مضاعفات عمليات كلها ده بس لعملية بسيطة ورؤية بش رندة وبدون ألم، يعني بقاء جو مستشفى ما بيد جو مستشفى كبيرة خنشيلة، مصاريف كبيرة قليلة، مضاعفات عملية من التهابات من ألم كلها قليلة. فتنظير داخلي يعني ناظور معدة قولون قناة صفراوية وناظور بطن، يعني عادة يستعمل جراحين أو دي الاستعمال، بس تنظير داخلي عادة جماعة باطنية وجراحة أو دي الاستعمال، بس ناظور بطن بس جراحة أو دي الاستعمال، يعني كجراح جراحة عامة هاوي جراحة النسائية هاوي كسور هاوي تمفاصل.